أهلا بكم أحبتي المشاهدين، وأعظم الله لكم الأجر جميعا في هذه الذكرى الأليمة وهذه المشاعر والحشود المليونية التي تتواجد في كربلاء المقدسة لإحياء شعيرة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. أحبتي المشاهدين، إلى محور آخر من محافظة كربلاء المقدسة مع الزميل سمير الحميدي. أهلا بك سمير، وأعظم الله لك الأجر. ربما اليوم الجهد الكبير الذي ينصب في هذا اليوم تحديدا هي عملية التفويج العكسي للزائرين من كربلاء المقدسة وإلى باقي المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى يعني المواكب الخدمية المتواجدة لتقديم الخدمات. حدثنا عن هل هناك لا زالت مواكب قائمة تقدم الخدمات للزائرين الذين أدوا مراسم الزيارة ثم سيعودون، أم انتهت يعني المواكب بشكل كامل وأيضا عملية التفويج العكسي للزائرين؟ نعم، تحية لك زميلي عادل وللزملاء في الاستوديو وللسادة المشاهدين، ونحن نلتقيهم في آخر أيام الزيارة 20 من صفر، حيث بدأت أعداد الزائرين تنخفض تدريجيا وبدأ أعداد الزوار يقلون شيئا فشيئا. كما تعلم أنه آخر يوم من أيام الزيارة يبدأ الزوار بالرجوع إلى بيوتهم. أنا أتكلم عن الزوار العراقيين حينما يأتون إلى مدينة كربلاء المقدسة يقومون بشعيرة أداء شعيرة الزيارة ثم يعودون إلى منازلهم. نحن نتحدث عن الزوار الوافدين والزوار الأجانب الذين يمكثون في المدينة حتى بعد انتهاء الزيارة. أما بالنسبة لأصحاب المواكب، بدأ أغلب أصحاب المواكب برفع مواكبهم وأصحاب الخيم برفع هذه الخيم بعد أن قدموا الخدمة للزائرين طيلة فترة الأيام الماضية، وكانت خدمتهم خدمة متميزة. أيضا إذا ما أردنا أن نتكلم عن الطرق، فإن الطرق بدأت يعني تفتح تدريجيا شيئا فشيئا. كما تعلم أن من خلفي مجسر الإمام الحسين، بدأت حركة العجلات تعود إليه شيئا فشيئا. يعني العجلات الحكومية المخولة تسير على هذا الجسر، وربما الساعات القليلة المقبلة سوف نشهد العجلات الشخصية للمواطنين بالمشي فوق هذا المجسر. نعم عادل. نعم سمير، يعني كيف لمستم مشاعر الزائرين تحديدا في هذا اليوم بعد انتهاء يعني مراسم الزيارة، ومن ثم سيتوجهون إلى منازلهم ومناطقهم في سواء المحافظات العراقية أو خارج الحدود؟ كيف لمستم يعني أحاسيس الزائرين من خلال الخدمات التي قدمت لهم دون كلل أو ملل، وما لذ وما طاب للزائرين؟ نعم، حينما يعني نواجه الزوار أو نلتقيهم وهم عائدون إلى بيوتهم، نرى أن الحزن باديا على وجوههم، وأنهم سيفارقون هذه المدينة وسيفارقون الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس بعدما كانوا مقيمون هنا، وبعدما كانت هذه المدينة تضج وتعج بالزائرين. الحزن كان باديا على وجوههم، كانوا يودون البقاء أكثر لأداء يعني هذه الزيارة، إلا أن الزيارة قد انتهت، نحن في يومها الأخير. أما بالنسبة للخدمات التي كانت تقدم لهم فهم راضون تمام الرضا، سواء كانوا من الزوار العراقيين أو الزوار العرب أو الزوار الأجانب. لا ننسى أيضا، وأنت سألتني قبل قليل عن التفويج العكسي، أن هناك خطة معدة من قبل وزارة النقل إلى التفويج العكسي من شارع باب بغداد وكذلك من منطقة سيد جودة، حيث هذه المنطقة تشهد تفويج الزوار العكسي بالنسبة للمحافظات الجنوبية، وشارع بغداد يشهد تفويج الزوار العكسي بالنسبة للمحافظات الشمالية. أضف إلى ذلك أن الحكومة قد استأجرت 1200 باص، وهي باصات حديثة مكيفة ومبردة لنقل الزوار، وكذلك عجلات ديوان الوقف الشيعي، وكذلك بقية الوزارات الساندة. كما أن هناك تخصيص ما يقارب 14 قطار، هناك محور بغداد كربلاء بغداد، وهناك محور كربلاء البصرة وكربلاء الناصرية أيضا، والذي يستوعب أعداد كبيرة من الزائرين. صراحة يعني التقينا ببعض المواطنين وهم يتحدثون عن يعني ربما عن عدم توافر سيارات كافية. هي ليست السيارات ليست كافية، سيارات يعني كثيرة جدا، لكن الأعداد
الأعداد فوق مستوى هذه السيارات التي تقوم بنقل الزائرين. أنت تعلم أنه في المؤتمر الصحفي الذي أعلن قبل يعني فترة سابقة من الآن عن نجاح الخطة الأمنية أن عدد الزوار تجاوز 22 مليون هذا العام، وهذه أعداد كبيرة ربما تحتاج أعداد أيضا كبيرة من العجلات والباصات والقطارات لكي تقوم بنقل الزوار. نعم عادل. نعم سمير الحميدي، شكرا جزيلا. إذن أحبتي المشاهدين، كما شاهدتم يعني أجواء الزيارة المليونية من محافظة كربلاء المقدسة، وكذلك التفويج العكسي للزائرين من وإلى محافظاتهم.